إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآيات وآيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم تحرض المؤمنين، تحرض النبي صلى الله عليه وآله على القتال، حرض المؤمنين على القتال. اقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذه الآيات تكاد تكون تقابل آيات أخرى تحكس للإسلام رأيا، مزاجا، دربا، تكاد يتناسى في الظاهر. طبعا في الظاهر مع ما تدعو إليه هذه الآيات. والمستشرقون ركزوا على هذه الآيات دون غيرها، دون تحديد للدوافع، ودون تحديد للأهداف، ودون نظر للقيود، ودون معرفة بالأرضية التي يتم عليها هذا القتال بهذا العنف وبهذا الشكل. وأعلنوا فرية لا ذات لها أن الإسلام دين يقوم على السيف، وأنه إنما فرض نفسه على الشعوب وفرض نفسه على الناس بهذا الشكل بقوة السيف وحده، لا بسلطان مبادئه ولا بما تمثله رؤياه ويمثله منظوره للكون والحياة من صواب، ولا بما تمثله تشريعاته وأحكامه من حاجة يشعر بها الناس آنذاك ويتحسسها الناس وقتئذ. لا نريد أن نطيل الوقت في مناقشة هؤلاء المستشرقين. الواقع التاريخي يكذب ذلك، واقع الطبيعة الإنسانية يرفض مثل هذا الإجبار من فوق، مثل هذا القصر من فوق على اعتناق رأي من الآراء. الواقع التاريخي يقول أن محمدا بدأ وحده، لا يملك أحدا، لا عدة ولا عددا ولا عشيرة، ولا يملك أي شيء يمكن أن يفرض من خلاله رأيه على الناس. وبقي مدة طويلة لم يسبحه إلا عدد قليل، اقتصر لمدة طويلة على زوجه خديجة وعلى مولاه زيد بن حارثة وعلى ابن عمه علي الذي كان آنذاك صبيا لم يجاوز العشر. ثم بعدئذ دخل الصحابة، آمن أبو بكر وآمن العشر الأولون، ومكث النبي صلى الله عليه وآله مكث في مكة 13 عاما وأصحابه يعدون عدا، اضطهدوا وعذبوا وصب عليهم العذاب صبا وهم صامدون، صامدون بدرجة رائعة لا تخطر على بال، والنبي صامد أيضا. هذا الصمود هو الذي نطلب إلى هؤلاء المستشرقين تفسيره. وهذا المدى من الزمن الطويل الذي وقف به محمد صلى الله أو خلاله محمد صلى الله عليه وآله وحده يناضل مع نفر من الفقراء والصعاليك والعبيد لم يذبحوا بالطبع بعد البدء، لم يذبحوا الزعماء ولا ذو النفوذ والقوة، وما كان لهم أن يتبعوه. فمن شأن هؤلاء دائما أن يكونوا محافظين، من شأن هؤلاء دائما أن يصروا على بقاء الأوضاع كما هي، من شأن هؤلاء دائما أن يخشوا كل تغيير كل حركة، لأنها من شأنها أن تهز مواقعهم
أن تهز طمأنينته، أن تهز استقراره. ومن هنا الآيات الكريمة تؤكد أن هؤلاء لم يقفوا ضد محمد صلى الله عليه وآله وحده، أبو جهل، أبو سفيان، الوليد بن المغيرة، عروة بن مسعود، أمية بن خلف، أضرابهم لم يكونوا بدعا من الخلق. على امتداد الحياة وعلى امتداد التاريخ الإنساني كان الزعماء وكان ذوي القوة يقفون ضد الرسالات السماوية التي تريد أن تغير الأوضاع لصالح الناس، كل الناس، وتريد أن تجعل عباد الله يقفون على أرض واحدة وفي ظل مناخ واحد، يشعرون بآدميتهم وبإنسانيتهم. ومن هنا قلنا أن القرآن الكريم كان يعز النبي صلى الله عليه وآله ويبين له: وما أرسلنا في قرية من قبل وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ويذكر له احتراماتهم السابقة على الأنبياء، على شعيب مثلا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ويبين له أن هؤلاء كانوا سبب الدمار للقرى السابقة وللأمم السابقة، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا قوما مجرمين. المهم أن هؤلاء المجرمين الذين تحكموا بالناس أمدا طويلا وفرضوا عليها أوهاما وأساطير وخرافات وقيودا ما أنزل الله بها من سلطان، وقفوا ضد رسول الله وها هو يفرض نفسه بإرادته الصلبة وبإصراره العنيد وبإيمانه الذي لا حدود له وبالثقة التي يستمدها من القوة، من قوة الله تبارك وتعالى، من قوة الخالق: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي. ورهم الصعاليك والفقراء والعبيد: بلال الحبشي، صهيب الرومي، عمار، ياسر، سمية، جارية بني مؤمل إلى آخره، يجاوزون 70، يضطهدون ويزدون حتى يأتيه خباب ويخلع قميصه ليقول: انظر يا رسول الله، انظر، ها قد تهرأ جلدي، تهرأت عظامه من الثياب من الغرب. كان يأخذوهم بالحقيقة، يأخذوهم إلى الصحراء ويخلعون ملابسهم، يعروهم ويمدوهم على الأرض الحارة. تصور في مكة وفي صيف لاهب قائض شديد والأرض تتوقد حرا، يخلعون ملابسهم ويضعوهم على الأرض الحارة، ثم يأتون بالصخور الثقيلة يضعونها على بطونهم وصدورهم. وفوق هذا وذاك تأتي السياط لتلهب ظهورهم، تقشر جلودهم، تهرئ لحومهم فوق حرارة الشمس ووقت الظهيرة وحرارة الصخر، وهم صامدون. هؤلاء عبيد صعاليك، ما يخافون على اختبارات اجتماعية، ما يخافون أن موقعهم، أن مركزهم الاجتماعي يمكن ما يتلاءم إياه، أن يتنازلوا، أن ينتكسوا، أن تظهر منهم كلمة تخالف موقف اختاروه أو جنحوا له أو ارتبطوا به لسبب أو لآخر. ناس عبيد تعودوا أن يطاطوا أعناقهم زمنا طويلا، فما الذي جعلهم يصمدون مثل هذا الصمود؟ هذا سؤال وجه المنتشر فيه. ما الذي يجعل بلالا يصمد مثل هذا الصمود وهو يقول أحد أحد، وهو أبو جهل يقول: لا ينجيك مما أنت فيه حتى تسب محمدا وإلهه وتؤمن باللات وتؤمن باللات والعزة، وهو يقول: أهد أهد. ما الذي يجعله يصمد؟ لا شيء إلا الإيمان الذي تغلغل في أعماقه، رسخ داخل ضميره، استوعب وعيا ورؤية ما عنده قدرة يتخلى عنه. بعدئذ هذه الجماهير التي دخلت في دين الله أفواجا، وشهدها أبو سفيان ذات يوم بغيظ وحقد وهي تدخل مكة 10,000 من المسلمين
ويلتفت الى العباس بن عبد المطلب يقول له يا عباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. هذه كيف جاءت؟ جاءت من خلال فرض القوة؟ لا يمكن، ما عند محمد قوة بادئ بها. كيف جاءت؟ كيف استطاع محمد صلى الله عليه وآله أن يهزم ألفا في بدر بثلاثمائة وثلاثة عشر نفرا ليس معهم إلا ستة أسياب وفرسان وسبعين بعيرا، أما الباقون سيقاتلون بالعظام وبالجريد ورجالة، يعني ما تمشي أمام ألف فارس مجهزين بكامل العدة. كيف استطاعت هذه القلة في أحد وكان عددها سبعمائة أن تغلب ثلاثة آلاف كامل العدة أقوياء فرسان؟ كيف استطاعت أن تتغلب على عشرة آلاف وسبعمائة من بني قريظة في الخندق وتصمد؟ وكان الموقف على درجة من الحرج، وصفها لنا القرآن بهذا الشكل: وبلغت القلوب الحناجر لعنف دقاتها من الخوف والرعب وتظنون بالله الظنونا. كيف صمدت؟ كيف فرض بالسيف؟ العقيدة لا يمكن أن يفرضها أحد على أحد، وإذا فرضت من خلال قوة واستطعت أن تجعل جماعة أو أفرادا أو مجتمعا يصمد فلا يصمت إلا لحين يستطيع أن ينتقض ويستطيع أن يرفض ويستطيع أن يتمرد ويستطيع أن يخلع الأغلال. العقيدة لا يمكن أن تفرض على أحد، والرؤية الفلسفية الكونية لا يمكن أن يفرضها أحد على أحد، والإيمان بالمبادئ الاجتماعية لا يمكن أن يفرضها أحد على أحد. مسألة تتصل بعقل الإنسان وبوجدانه، ومن هنا الدين على درجة هائلة من الوعي لطبيعة صلة العقيدة بالعقل الإنساني وضمير الإنسان. لا إكراه في الدين، لا يمكن أن يكره إنسانا على عقيدة معينة، أي مسألة يكون هو يهتدي إليها، هو يصل إليها. ومن هنا هو يخاطب نبيه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إنك لا تهدي من أحبب. المسألة تتصل، قلنا البحث شخصي باهتداء شخصي بمعرفة شخصية. ومن هنا الإسلام يقول المسألة ما تأتي من خلال الفرض ولا يجب أن تفرض على أحد. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحدث. هذه هي الطريقة. لكن الإسلام إذا قاتل كان يقاتل بالحقيقة ليفتح المجال أمام حملة الفكر الجديد وحملة الرسالة الجديدة ليوصلوها إلى الناس، وكان يقاتل ليدافع عن حقه في نشر أفكاره وفي نشر مفاهيمه وفي نشر أطروحته الجديدة للحياة. هذا حق طبيعي. يعني الإسلام ما جاي يحارب أحد. اسمحوا لي أن أخرج أقول للناس أن ثمة دينا جديدا، أن ثمة رسالة جديدة. يقف سدنة الأوضاع السابقة، يقف زعماء الوضعية الوطنية السابقة ليمنعوا محمدا صلى الله عليه وآله من أن يواصل مسيره. عندئذ لا يجد طريقا، وهذا ما تفرض مصلحة مبادئ، مصلحة الإنسانية، مصلحة الحياة، ما يجد طريقا إلا أن يزيحهم عن طريقه. ماكو طريقة إلا تصور الإنسانية لو أرادت أن تستجيب إلى أهواء الزعماء يجب أن تتجمد في وضعية هي أول وضعية تزعم فيها جماعة على جماعة. لما؟ لأنه بشكل طبيعي وتلقائي أن الزعماء يرفضون زوال زعامتهم، وبما أن أي رسالة جديدة من شأنها أن تعطي معايير جديدة وقيما جديدة وسلطات جديدة أن تخلعهم عن هذا الموقف فسيقاومونها. وإذا احترمنا رغبتهم وإذا ردنا ما نصطدم وإياهم فمعنى ذلك أن نضع يدا على يد وأن نجمد التاريخ ضمن وضعية معينة. هذه ما هذه إشارة يعني. محمد صلى الله عليه وآله لو قال أنا ما حارب ماذا يفعل؟ ليخلوه يدعو الناس، ليخلوه تصور هم صدروا قرار بمنع الاستماع إلى محمد،
أكو حجر فكري أكثر منها؟ فكروا أن النبي ما إن يتصل بأحد حتى يفتح بصيرته وحتى يشده إليه. فكروا طويلا طويلا، اجتمعوا في دار الندوة وفكروا قرار يمنع الاستماع إلى محمد. وجماهير بعد في يعني ما وصل إلى درجة من الوعي تعرف به أن هذا حجر فكري غير منطقي، وأن هذا حجب للحقيقة عن أن يعرفوها، عن أن يتعرفوا عليها، وأن مسألة منع منبع من المعرفة، أي منبع إلى طلب حياتهم أو ما إلى طلب، مسألة غير مبررة. ما يفهمون هذا؟ استجابة للزعامة القبلية وللروابط استجابة. فكان النبي إذا أراد أن يتلو القرآن انصرفوا عنه أو وضعوا أصابعهم في آذانهم واستقشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذه مسألة رهيبة جدا. عندئذ يضطر النبي لو أن يدافع عن نفسه وعن رسالته حين يبدأوا أو أن يقتحمهم لا حبا في القتال وإنما ليزيحهم عن طريقه كحق طبيعي، لو دفاعا عن البنية الجديدة، لو محاولة لفتح الطريق أمامه. هذا أعتقد ماكو عصر من العصور أمس واليوم وغدا يقدر يستغني عن وسيلة الحرب بهذا الشكل. ما تصنع إذا كانت قوى الفساد والباطل وقوى الطغيان وتصر على مواقفها، لا يملك الحق إلا أن يستعمل السلاح. من هنا الإسلام في الحقيقة ما فرض نفسه بالقوة كما يشاء أن يقول المستشرقون. المستشرقون ومن ورائهم من الدول والدول الاستعمارية التي ترسلهم لا حبا بالمعرفة أحيانا، وإنما لمعرفة تراثنا، لمعرفة أفكارنا، لمعرفة أسسنا الحضارية، لخلخلتها، لزعزعة كياننا، لفصم ارتباطنا بها، لدراستنا من أجل التماس المتارب للاستعمار، لأفكاره، لآراءه. لأجل هذا المستعمرون وحدهم ومن وراءهم من أذناب المستشرقين هم الذين يفرضون وجودهم على الناس بالقوة، هم الذين يفرضون بطائراتهم وقنابلهم وجيوشهم وأساطيلهم يفرضون وجودهم البشع الكريه على الشعوب وعلى الناس. الإسلام ما فرض وجوده، الإسلام يروح ليرسي يبشر برسالة في شعب، الشعب يؤمن جزء منا ويبقى جزء منا متمسك بدينه. الإسلام يعطيه الخيار، ما أجبرك على أن تتبنى دين، بس أنا عندي رسالة أريد أفرضها على الحياة، ضرورة هذه، ضرورة مصلحة الإنسان تقتضي أن أفرض هذه الرسالة. أنت فرديا تقتنع بها وما تقتنع مسألة خطة، لكن اجتماعيا يجب أن تخضع لها، سياسيا يجب أن تخضع لها. أيها المسيحي، أيها اليهودي، أيها المجوسي، إن شئت أن تبقى على دينك فلا مانع تمارس ضمن حدود فردية داخل كنيستك، تقرأ الإنجيل، تجلس على كرسي الغفران حتى ينصر لك البابا أو الأب، ما عندنا مانع، تتعمد بالماء، ما عندنا مانع، كل هاي لك، لكن تخضع سياسيا لمفاهيم الفكر الجديد، لأحكامه، لمحاكمه، لغير ذلك، القضايا عامة، ما عندنا شغل بيك. ينسحب الإسلام ويترك عليهم واليا، لو من المسلمين إذا كانوا لا يجد فيهم من يصل في كفاءته الى مستوى التولية عليهم او يجعل عليهم وليا منهم وينصر، ينصرف ويتركهم، ما له علاقه بهم بعد. طرح لهم المبادئ وطرح لهم الاراء وسلمهم نسخه مما يحتاجون اليه من القران او من السنه ومن الاحكام وتركوا. الدليل على ان الشعوب اعتنقت الإسلام عن عقيدة، عن فهم، عن وعي، وارتبطت به من الداخل ارتباطا عميقا، دليل على ما هو الإسلام. على سبيل المثال، دخل فارس ثم تركها، السلم والفرس منذ زمن طويل حكمهم بيدين، لم يتركوا الإسلام، ظلوا مسلمين. حسن، الاستعمار استعمر الشعوب، استعمر الجزائر 150 عاما، تركها، حاول أن يفرنسها، بدل حتى لغتها، لاحظ، ناضلت ضد أن تزيح هذا الاستعمار عن كاهلها،
ذهب الاستعمار بعد 150 سنة، بقيت الجزائر عربية مسلمة تحاول الآن أن تستعيد لسانها، تحاول أن تستعيد لسانها، تناضل لتستعيد شخصيتها. استعمر الاستعمار البرتغالي انجولا 500 عام، فاتق الوعي وبدأت اليقظة الشعبية داخل هذا الشعب، بدأ يناضل داخل الاستعمار عن كاهلة وبدأ يستعيد شخصيته ووجوده. الإسلامي ظل في ظرف 5 سنوات 10 سنوات يصبغ الشعب كله بصبغته وينسحب، ويظل الشعب هو يدافع عن عقيدته الجديدة وعن رأيه الجديد. دخل الهند وترك الإسلام موجود، دخل الأفغان والبربر وترك الإسلام موجود، دخل ما تظل شعب إلا والإسلام ضرب مكان، تنصرف القوة ويبقى الإسلام. أليس هذا دليلنا على القناعة الكاملة بالدين؟ أليس الصمود للاضطهاد والتعذيب بالنسبة لأناس المساكين صعاليك دليل على القناعة الكاملة؟ على كل حال هذا إلى موضوع بالحقيقة. الإسلام لما يقول قاتلوا غير، قلنا القتال إلى مبررات، مبررات سنعرض لها بعدين. هل تتنافى هذه الآيات من القتال مع الآيات التي تقول ادخلوا في السلم كافة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها؟ هل تتنافى مع الشعار الذي رفع الإسلام، شعار ضمن كل أهدافه، كل غاياته، كل ما يفكر به، كل ما يحمله من هام للبشرية؟ شعار السلام عليكم، التحية التي واجبها إنسان إنسانا، جماعة جماعة، ما مسبوق الإسلام هذه التحية؟ ما مسبوق أن يجعل السلام بأعمق أعماقه بالطبع؟ يعني السلام هو ضد الحق، السلام ضد الصراع الداخلي بين الناس، السلام ضد الصراع الداخلي بالنسبة للفرد، بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للفرد، السلام الأسري، السلام بين الدول، السلام بين الشعوب. الإسلام حمل كل هذه الهموم الذي يحملها ويفكر في يوم ما أن يحققها في المجتمع، حملها هذه التحية التي يواجه بها المسلم المسلم، السلام عليكم، ذاك يقول عليكم السلام. حتى في الجنة لما تنتهي مشاكل الناس عندئذ وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، السلام. المهم السلام النفسي يأتي بالطبع من الصفاء الداخلي الذي هو نتيجة الحقيقة للصفاء الاجتماعي، للسلام الاجتماعي. السلام النفسي نتيجة، يعني ليش يحدث الانشطار عند الإنسان في الداخل؟ لها أسباب كثيرة حقيقة، من زي نتورط بهالموضوع. السلام الاجتماعي بزوال أسباب التناقض، أسباب الصراع. أسباب الصراع لماذا؟ سياسية، اجتماعية، دينية، أي كلها الأسباب يجب أن تزول. من قبل الإمام علي بينا أن حالة الفقر والغنى توجد صراعا، صراعا خفيا قد يظهر أحيانا. هذه مسألة طبيعية، لما الإنسان بالحقيقة يشعر بالعوز والحاجة ويرى الناس لا يعبؤون به، لا يعيرونه بالا، لا يحسون ببؤسه، سيحقد عليهم بالطبع، سيتألم منهم بالطبع، سيحسدهم بالطبع. هذه مسألة طبيعية تلقائية. عجبت لمن لا يجد قوته كيف لا يخرج على الناس شاعرا سيفا؟ ما ذهب الفقر إلى بلد إلا وقال له الكفر قلني معه، إنما أهلك من كان قبلكم، الرسول صلى الله عليه وآله، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا أهلك من كان قبلكم أنهم بخلوا. النبي صلى الله عليه وآله يذكر الظلم والبخل، يقول فاستحلوا دماءهم واستحلوا محارمهم، يذكر من جملة الأسباب الظلم والبخل، مضمون الحديث ما ذكر الحقيقة النص. فإذا الظلم والبخل باعتباره يحدث عوزا في جانب يحدث صراعا. حسنا، أسباب دينية أيضا، صراع على أساس رؤية معينة، هذا يرى هاي العقيدة صواب وهي يرى هاي العقيدة صواب.
أي مثلا النبي أيضا والإسلام وضعتها حد لكم دينكم ولديني. الإسلام وضع لها حد، تبقى مسيحي يبقى. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. هذا القدر المشترك بس. ما استجابوا مثل هذا ليبقوا على دينهم، سمح لهم أن يبقوا على دينهم. أكثر من هذا نجد آيات تقول أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنوا منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا الآية تفاسيرها أو تفسيرها إلى يعني أكو آراء المبشرين خصوصا رجل جوازة رجل بين أن الإسلام أنا هذا الصراط وكان كل واحد ورؤياه. نعم ما يسمح لإنسان أن يتحدث بشيء أو يدعو لشيء تناقض أو يصادر أو يعبث بالنظام العام الذي أراد فرضه على الناس لمصلحته. الرأي الشخصي الديني الذي يقوم على اجتهاد ويقوم على أدلة ومدارك صاحبه معذور. أي مسألة يا أخي مسألة تتصل بوجوده هو المستقبل. أليس الدين مسألة تتصل بالوجود الإنساني الأخروي على الأقل؟ لما واحد يحتنق رأي غير بناء هذا بمن جاز إلى غير بناء هذا هو الذي يمثل الحقيقة غير مثل القناعة عندك حسنا معناه بدل كل جهده هو ووصل إلى أن الصواب هو هذا. إذا وصل إلى أن الصواب هو هذا أنت شنو حقك عليه؟ أنت حقك عليه أن تقدم له الأدلة والبراهين وتوجد له كشف جديد وتعطيه رؤية جديدة. إذا ما قدرت وأنت عاجز معناه أنت هم ما تملك الحقيقة. لما أنت عاجز أن تعطيه رؤية جديدة عزك نفسه يمثل عدم وضوح الحقيقة أمام عينيك أنت نفسك، وإلا لماذا لم توضحها له؟ هذه هي المسألة. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله ما أمرنا أن نفتش عن قلوب الناس بحسبنا أن يعلنوا الإسلام. كان زيد بن حارثة رضوان الله عليه تجارب قربة من الرسول هذا مولى النبي كان يحارب في غزوة رفع إيده ليضرب أحدهم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، تناول بالسيف قتله. بلغ ذلك النبي أرسل عليه قال يا زيد أتقتل رجلا يقول ربي الله؟ قال ما قالها يا رسول الله إلا ليدفع الموت عن نفسه. نظر إليه النبي بغضب بشزر قال ألا شققت عن قلبه ألا شققت عن قلبه؟ وأخذ يكررها النبي متألما وهذا يتراجع إلى الوراء. ثم قال ما أمرت أن أقتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قالوا ذلك وأعلنوا الخضوع السياسي للنظام عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي حرمة للنفس الإنسانية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ألا شققت عن قلبك؟ ما مسؤول أنت أن تبحث عن ضميرك؟ لا يعلم ضميره إلا الله تبارك وتعالى. هذا رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا بحسبنا. المسألة إذن يعني الإسلام يحتاط للنفس الإنسانية. لما يقول ادخلوا في السلم كافة، لما يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذه في أي حرب؟ في الحرب التي يبدأ الإسلام، يبدأها الإسلام نفسه، يبدأها النبي صلى الله عليه وآله ليشق فيها طريقا للدعوة، ليشق فيها طريقا للإسلام يوصل إلى جماهير أخرى وإلى أمم أخرى. هؤلاء الذين وقفوا ليشكلوا سدا وتتارا القوى المحافظة التي منعتهم من أن يتعدى يتجاوز قلت لا إحنا مستعدين نثالث، ما عندنا مانع عن نثالث. يقول لا إنت بعد ما إلك غرض بهم القرآن، أنت قاتلتهم لأنهم وقفوا في وجه دعوتك، قاتلتهم لأنهم أبوا أن تتجاوزهم إلى الناس، حاولوا أن يحافظوا على الأوضاع كما هي،
حالوا بينك وبين الناس، بينك وبين الجماهير، الآن وخر بعد عندك وياهم، وإن جنحوا للسلم فجنح لها، ما عندك شغلة بعد، وشغلتك أن تقض الرقاب، أن تسفك الدماء، هذه معقولة جدا. من هنا المسلمون يقسمون الحرب إلى قسمين، حرب ابتدائية الإسلام هو شنها باعتبار رسالة جديدة يريد يوصل إلى 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 آفاق أخرى، إلى أعماق أخرى، إلى أمم أخرى. هو أكو حرب دفاعية، لا أنا المعتدى علي، أنا التي احتلت أرضي وسحقت كرامتي واحتدي على عرضي، أنا نفسي، أنا المسلم احتدي علي. افترض الآن وجود إسرائيل بالنسبة لي، لا يجوز فيه الدعوة إلى السلام نهائيا من الناحية الشرعية، لا يجوز المفاوضة ولا يجوز السلام ولا يجوز الجلوس معها على كرسي للتفاوض على شبر الواقع. لما؟ لأنه إحنا دندافع، دندافع عن أرض الخصبة، دندافع عن وجود أمة، دندافع عن كرامة أمة. فهناك حرب ابتدائية وهناك حرب دفاعية. الحرب الدفاعية لا يجوز الجنوح للسلم فيها، والحرب الابتدائية هي التي نجنح للسلم فيها. إحنا نشلنا، إحنا نشلنا لغرض معين، غرض أن نوصل إلى جماهير أخرى، حالة قوة بيننا وبينها، فإذا انزاحت لا مانع من أن نضمد أسيافنا. أما ونحن المعتدى علينا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. هذا موقف الإسلام بالنسبة للقتال عندما يقول حرض المؤمنين على القتال، وهذا موقف لما يعتبر الفار من الزحف والعارف من القتال مرتكب لكبيرة توجب دخوله النار كأي كبيرة من الكبائر. إذا مات الإنسان دون توبة منها في نظر الفقهاء يجمعون أنها من الكبائر التي توجب العقاب. حسنا، بعد الإسلام لم يكتفي بهذا، وإنما احتار احتياطات أخرى، حدد للقتال دوافع، وضع له خطوط، رسم له مقاييس ما يتعداها الإنسان المسلم، تعاليم معينة دقيقة لم يعيها المستعمرون ولم يعرفها. هذه التعاليم تقول أن القتال يجب أن لا يكون وراء أي دافع أناني شخصي مصلحي يتصل بوجود فئة أو يتصل بوجود شخص على الإطلاق. سئل رسول الله، سأله لاحق صلى الله عليه وآله وسلم، سأله لاحق ابن ضميرة الباهل، يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ في عد الدوافع، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو مقاتل في سبيل الله، أي دافع أناني ما يوجد. الذي يقاتل شجاعة، مو يقاتل بشجاعة، فرق. الذي يقاتل بشجاعة هذا محبة، بل أن المسلم مدعو أساسا لأن يقاتل بشجاعة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه محبة الشجاعة، نحن نمدح المسلمين الذين قاتلوا ببطولة وبسالة حتى الموت. نحن نذكر من خلال الصحابة الأولين أنهم شجعان، لا يعبون الموت ولا يكتربون له، لكن يقاتل شجاعة، يقاتل ودافعه إظهار قدرات القتالية، إظهار عدم مباليته، إظهار بطولاته لا أكثر ولا أقل. ها أنا ذا، انظروني، لا أخاف لا أخشى. وهي لها قيمة هامة لدى المجتمع العربي في الجاهلية، البطولات الفردية يتغنون بها الناس. ومن هنا لا المفكرون ولا العلماء ولا الشعراء ولا الأدباء خلدوا بمقدار ما خلدت عندنا البطولات الفردية. عن ترى ابن شداد العبسي، افترض أديب إلى قيمته، لكن الناس يفهمونه كبطل مقاتل أكثر مما يفهمونه كأديب صاحب معلق. يعني احنا نذكر عمرو ابن واد فارس يليد، شنو عمرو ابن واد؟ شنو قيمته في معيار الاخلاق وفي معيار الفكر وفي معيار العلم؟ ماذا قلم؟ ماكو شيء. رجل يعرف يقاتل، يعرف يبطش،
هي المسألة. البطولات الفردية مهمة، بل أن قيمة الإنسان لدى المجتمع الجاهلي كانت تتحدد في أنه يقاتل، ولذلك الفتاة ما لها قيمة. لما؟ لأنها لا تقاتل، لا تشكل قوة، لا تضيف إلى قوة القبيلة شيئا. ومن هنا قلنا قريش جاءت تساوم محمدا بهذا المنطق، هذا عمار ابن الوليد ندفعه إليك، خذه بدل محمد واصفحه إلينا نقتله. لاحظ لمن؟ لأنها ما تعير بال للوشيجة، وشيجة القرابة، ما تعير بال للصلة. محمد رجل يحمل سيف ويدافع عن بني هاجم، هذا عمار بن الوليد أخذ مكان. نفس الترتيب بهالشكل. المهم أن الذي يقاتل شجاعة ليفرض وجوده من خلال القتال الإسلامي يرفضه. لماذا يرفضه؟ ببساطة لأن الإسلام ما يريد أن الإنسان يفرض وجوده على حساب الآخرين. الإسلام ما يريد الذات تتدسس خلال عمل مبدئي فتفرض الذات وجودها، وعندئذ يمكن يكون على حساب المبادئ، يمكن يكون على حساب الأهداف. لما أنا أريد أعلي من شأني وأبرز قدراتي، يمكن ما أقف عند حدود الغاية التي رسمتها لي مبادئ، يمكن هكذا. حتى يتضح هذا من خلال مثل، يعني نبين القضايا شلون النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب الصحابة. طبعا يعني مو بين يوم وليلة النبي انطاهم الإسلام عبر كبسولات ابتلعوها وأصبحوا مسلمين 100%. ما زرقهم زرقات الإسلام برؤيا بعقيدته بقيمة، زرقهم زرقة مثل ما تزرق ضد الجدري مثلا وانتهت الحسة. لا، هذا نظام شامل، هذه رؤية كونية خاصة، رأي بالإنسان بالحياة بالوجود حسنا، هذه قيم أخلاقية جديدة، هذه أحكام خاصة يكون يستوعبها الإنسان. هذه الأحكام أيضا ما تطبق من فوق، وإنما يجب أن تمتد إلى داخل الضمير والوجدان، فينطلق الإنسان على أساسها انطلاقا ذاتيا. لذلك الإسلام ما يصاحب الإنسان في حدود التعامل مع المجتمع، وفي حدود التعامل مع الدولة، وفي حدود التعامل مع النظام، وإنما يصاحب حتى في حياته الشخصية، ولعله هو الوحيد الذي يفعل ذلك. يعني إحنا بحسبنا أن الإنسان يناضل بسبيل مبدأ وضعي من المبادئ القائمة، أن يناضل على الساحة الاجتماعية، على الصعيد السياسي، على الصعيد الاجتماعي، يسخر قلمه، يسخر لسانه، يسخر يده، يقاوم الفساد والطغيان وحدود المجتمع. سلوك الشخصي المبدا ما يحاسب عليه، ايش ياكل، ايش يشرب، ايش يلبس، كيف يتصرف الغريزه الجنسيه، كيف علاقته مع الجنس الاخر، ما له راي بها، ما له علاقه بها نهائيا. كيف يهذب داخله، يهذب داخله باي معنى، لماذا يهذب داخله، يعيش حياته كما هي، يعبر عن وجوده كما يشاء هذا الوجود ان يعبر عن نفسه، فما إلى علاقة به. ومن هنا الإسلام مهمته مهمة صعبة، يريد أن يصنع إنسانا من الداخل، يغير ضميره أو وجدانه أو عقله، ويخليه ينطلق انطلاق تلقائي على أساس رؤية وعلى أساس منظورة بعد، ويستوعب مبادئ أو يتعامل وياها بالمجتمع، وهذه المبادئ متصلة بداخلها أيضا، يعني ليست غريبة عنه. الفكرة المركزية الله، والله صاحب دائما وأبدا، كل عمل يجب أن يكون صادرا على أساس التقرب إلى الله. واذكروا الله ذكرا كثيرا، الذكر الكثير صاحبه، كل عمل بسبيل الله. حسنا، إذا خليت ذاتي ويا العمل معناه على حساب المبدأ، على حساب الفكرة المركزية التي هي الله تبارك وتعالى. من هنا الإسلام ما يجوز أن الذات تدخل. قلنا يجب أن نضرب مثلا من خلال حيوان أصحاب الرسول. ها هو الرسول ينتقي خالدا ابن الوليد، بطل مسلم إلى كفاءاته، يختار ليذهب إلى قبيلة متمردة، مرضت ورفضت فيجب أن تؤدب. حتى أن راح خالد بن الوليد فكر أن يؤدبها بأي حدود، بالحدود التي يفهم خالد فيها التأديب. كيف يفهم خالد التأديب؟ يفهم كأي بطل، يجب أن يبطش بهم بطشة كبرى، يجب أن يتحدث الغائبون بما يفعل، يجب أن تكون عبرة وعظة للآخرين.
فقتل البريء والمذنب. لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله ذلك رفع يديه حتى بان بياض ابطيه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما بعد. هذه المسألة بالحقيقة خالد يعني قام بها على أساس ما مارس سابقا وما يمكن أن يمارس أي قائد عسكري وأي قائد سياسي. هذه بها متمرد، هؤلاء لا يزالون يحتكمون بها. حسنا التمرد حصل من زيد وعمر، لكن المسألة ما تقف عند حدود زيد وعمر، أي كل جماعات المتصلة بهم. الإسلام مش عند المبادئ، ولا تزر وازرة وزر أخرى. مبادئ دقيقة، ما لا تزر وازرة وزر أخرى. أنا أذنب، أنا رفض، أنا تمرد، ابني ما مسؤول، أخي غير مسؤول، أسرتي غير مسؤولة، عشيرتي غير مسؤولة. تنتقل مذنب نفسه، وهذه مقدار ما هي مهمة صعبة وتجعل الإسلام يعني يعاني صعوبات في فرض سلطانه بمقدار هي الإنسانية بعينها، هي الإنسانية بعينها. على أي أساس تؤاخذني أنا؟ لا أخذن خطبة زياد بن أبي، خطبة كل العمال الأموي، لا أخذن البريء بالمذنب والغائب بالحاضر، ولا أهدمن دوركم، ولا لا أفعلن، ولا أفعلن. على أي أساس؟ انت تقاتل همدان، معاوية قاتل همدان في اليمن، يمن ناس مسلمين، زين على اولئك الخليفة علي بن ابي طالب، نساؤهم تتبع على يده، تغرق في الاسواق ويربح عن ساق المرأة المسلمة على يده. الكوفة معارضة حقيقة، العراق معارض للسياسة الشامية حقيقة، تسفر منهم 50,000 الخراسان على يده، تهجرهم من اوطانهم على يده، بأي منطق بأي مبدأ. المسألة إذا الإسلام هاي هي ما بدأ دقة يعني ما بيها يعني حساب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ على حساب تنصر الإسلام ما هو بيه مجال. نأخذ مثلا آخر، نحن نعرف كيف أن عوامل معينة حدثت في الصدر الأول كأي مجتمع. قلنا مجتمع فتي وجديد، مجتمع النبي صلى الله عليه وآله كم عاش في أوساطه يا أخي؟ النبي من بدأ يعني من بدأ دخول الجماهير الواسعة في الدين إلى أن توفي، إيش كثر مضى؟ عقد من الزمن، عقد من الزمن ما يمكن أن تنضج به أمة في إطار مبدأ، هذا يستحيل. ما يمكن تستوعب في أمة حدود مبدأ كامل ذو شمولية واسعة كالإسلام. طبيعي جدا أن يحدث تخلف على صعيد أفراد وعلى صعيد جماعة، هذا طبيعي جدا. ومن هنا حدث التخلف، وحتى الثورة اشتركت فيها، اشترك العراق ومصر والحجاز، وذهب ضحيتها الخليفة الثالث حسنا، وانصبت الجماهير بعد ذلك لتبايع علي بن أبي طالب. فما راعني إلا والناس كعرف الضبع ينزالون إلي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنات، سحقوا الناس الحسنين، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كرابيضة الغنم. الجماهير رجعت بشكل تلقائي، بشكل تلقائي هرعت صوب علي بن ابي طالب بعد هذه الكارثة. حسنا ابى الامام ان يتقبلهم بعد ابد، قال ان الدنيا قد تغيرت وقد تنكرت، واننا مقبلون على امر له وجود، لا تثبت عليه القلوب، لا تثبت عليه العقول، ولا تستقر عليه القلوب. واعلموا انني ان اجبتكم، اذا ردت استجيب الى رغبتكم، ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم، الشيء الذي انا اراه صوابا وصحيحا، ما اخضع لاجتهادات اخرى، مو مستعد ان اتقبل اجتهادات ما تتوافق مع رايي. لكل اجتهاد، لكل مجتهد رأي، والمجتهد إن أصاب فبعشر وإن أخطأ فبحسنة، أنا ما مسؤول عن هذا، لكن كل اجتهاد ما يتوافق مع رأيي غير مستعد أن أقبله. رغبات، مطامع، ترون أن لكم منا فضلا بإعطاء هذا الأمر لي، واعلموا إنني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي لقول القائل وعجب العاتب، قالوا قبلنا رضينا يا علي، ألا ترى الإسلام، ألا ترى الفتنة، ألا تخاف الله،
هكذا يذكر اليعقوبي والطبري وابن الأثير وغيره. استجاب الإمام صاحب الخطبة الأولى: أيها الناس، ألا لا يقولن رجال غدا قد فجروا الأنهار واتخذوا القصور واستخدموا الجواري المرققة إذا ما منحتهم ما يخوضون به، إن ابن أبي طالب حرمنا من حقنا. ألا وأيما رجل من المهاجرين يرى أن له فضلا فإن الفضل عند الله غدا. ثم بدأ الإمام يعني يعطي آراء مقابل اجتهادات سابقة، ساوى في العطاء، صعد المنبر أخرى، استرجع كل الإقطاعات والأموال التي جاءت كهبات من بيت المال ومن خزينة الدولة، عزل الولاة مرة واحدة، ساوى بين الناس جميعا، حتى قال له أحدهم: يا ابن أبي طالب، هذا غلامي أعتقته أنت، أفتعطيه كما تعطيني؟ قال: نعم. هذه هي السياسة التي خلت الناس تهتز اهتزازا شديدا، وخلت الناس في الحقيقة غير مطمئنة لهذا العهد. كانت هناك طبقات أولى وثانية وثالثة ورابعة، كان هناك أناس أثرياء جاءتهم هبات من بيت المال انتزعها علي بن أبي طالب، ومن هنا الحقيقة الأوضاع بدأت تهتز وحثت الفتن المتوالية، حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان، حتى ذهب الإمام شهيدا في محرابه. المسألة الشاهدة ردنا نعطيه أنه القتال كيف يكون شجاعة. الزبير ابن عبد المطلب، الزبير ابن العوام، وهو حواري النبي وابن عمته، كان من أكثر الناس لصوقا بعلي بن أبي طالب، شيء غريب يعني. الإمام بالحقيقة ما قام بأي معارضة ذات عنف وذات ظهور لما تمت البيعة وهو لا يزال جالسا في بيته بالنسبة للخليفة الأول رضي الله عنه، وإنما قال كلمات ثم بعد إذن: فلما رأيت راجعة عن الإسلام قد رجعت تدعو إلى محو دين محمد، ذهبت إلى أبي بكر وبايعته. بعد 6 أشهر ذهب وبايع، لأن الردة ولأن القوى التي تتربص بالإسلام الفرق حاولت أن تستغل هذا الانشقاق، قال: لا أغمده حتى يبايع علي. ورك السيف وضرب به حجر، كان يمر المار فيقول: هذا أثر سيف الزبير يوم أراد أن يدافع عن حق علي. هكذا لاحظ. بعد إذن ظل الزبير يعني مصاحبا لعلي، حتى أنه وهب حصته من الشورى له. لما صارت الشورى 6 كما ارتأى الخليفة الثاني، قال: أما أنا فقد وهبت نصيبي من الشورى لك. وقال طلحة: أما أنا فقد وهبت نصيبي من الشورى لعثمان. وقال سعد بن أبي وقاص: أما أنا فقد وهبت نصيبي من الشورى لعبد الرحمن بن عوف. لاحظ يعني موقف المصاحبة. جاء علي للحكم، الزبير طلحة أول من بايعه، الزبير الرجل الثاني الذي بايع علي. اتخذ علي هذه الإجراءات التي مرت عليك. كان الزبير من الطبقة الأولى التي تتقاضى 5000 في الشهر، 5000 يعني كان مرتبة، حسب التوزيع الذي جاء على أساس اجتهاد: لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه. رجع كأي فرد من الناس، أرسل الإمام حطة لما المال ما يتسع للجموع، قال له: أبا رافع، وزعه 3 3، 3 دنانير 3 دنانير. أرسل للزبير نصيبة 3 دنانير، نبذها الزبير ورفضها بشدة وبغيظ. لم يكتفي الإمام بهذه الحدود، وإنما انتزع ما حصله من هبات في العهد السابق. لم يقف عند هذه الحدود، وإنما أبى أن يوليه وطلحة ما طلباه من تولية المصرين. حقيقة موقف يعني موقف حرج. ضع نفسك مكان، ضع نفسك مكانه وصور، فتحاكم جديد انت وقفت إلى جنبك كل حياتك، ضحيت من أجله، جاملت كثيرا، قرائبك أيضا هو، ثم يجردك من هبات إجتك من الدولة، أي واحد يرجعك كأي فرد من الرعية، أي اثنين يأبى أن يكرمك حتى بولاية، وبعدين من يعطي الولايات لشباب صغار، شباب ما لهم سابقة ولا لهم جهاد ولا لهم علم بالشريعة يساوي علم الأولين، لمجرد أنهم لم يتلوثوا بحطام الدنيا،
ولم يقبلوا الانغمار فيها ويدركون روح الإسلام وروح الثورة بوعي جديد. عبد الله ابن عباس، الفضل ابن عباس، ما ترك إلا أبا موسى الأشعري، ما ترك إلا أبا موسى الأشعري. طبعا هذا يعني يحدث غيظة، ومن هنا أول ذريعة الحقيقة يعني معاوية دي يتربط. معاوية الرجال ساكت، أرسل الإمام واحد يعني حتى يأخذ البيعة، قال انتظر أشوف رأيي، أستجمع أموري، بعض القضايا ما يشوف الخلاف. علي اتخذ إجراءات عنيفة هزت المجتمع، لابد أن يكون لها مردود في القوى الأخرى. معاوية يراقب، شاف أول مردود أن طلحة والزبير استأذنا بالعمرة، يا أمير المؤمنين إذن لنا بالعمرة. نظر إليهما طويلا وقال ما العمرة تريدان؟ ولكن تريدان الغدر، اذهبا. وذهبا وكانت حرب الجمل. شهدنا بالحقيقة بحرب الجمل قبل أن تبدأ الحرب طبقا لوصايا رسول الله وتعاليمه. وصايا النبي تقول وتعاليمه أنه القتال ما يبدأ قبل إلقاء الحجة على الطرف الآخر، بين المسلمين أو بين غير المسلمين. المهم بين غير المسلمين تدعوهم إلى الله وتبين لهم مبادئك وش تريد من عندهم، وإنت مو غرضك أن تستعمرهم ولا تتسلط عليهم، ما عندك غرض إلا أن تحق الحق وتبطل الباطل وتدرى الفساد. ويا المسلمين أيضا تلقي عليهم الحجة. وخطب الإمام خطب طويلا وأرسل من يخطب، ما كفايلة أرسل. بالنسبة لعاملة وعثمان بن حنيف نتفوا شعر لحيته وشاربه وحاجبه وأداب عينيه وأرسلوا للإمام به الشكل الحيمي يعني. المهم أنه موقف كان متعنت وظلم. عندئذ الإمام خرج أيضا قبل القتال وقال يا زبير إلي. فقالت أم المؤمنين عائشة واتك لأسماء، على أساس أن ما من إنسان يدعوه علي إلى البراز فيما عرف عنه من بطولة وفيما عرف عنه من قدرات قتالية إلا ويكون قد كتب عليه الموت. لكن الذي أذهل الناس أن عليا برز حاسرا دون أن يحمل سيفا أو يلبس درقة أو يأخذ لامة، هكذا حذر. وخرج الزبير كما يقول المؤرخون شاكا بسلاح، وقرب بعضهم من البعض، وما هي إلا أن تناجيا تهامتا، فإذا بالزبير يحتنق عليا وعلي يحتنق الزبير ويجهشان بالبكاء. فترة طويلة الناس يراقبون هذا الوضع، وضع غير طبيعي، ظلوا يسألون لماذا. ورجع الزبير مطأطئ الرأس وهو يقول لا أقاتل عليا أبدا. قال له ابن عبد الله لماذا؟ قال لأنه ذكرني بما كنت قد نسيته. قال لا ولكنك جبون. مجرد كلا جبون، وضع يد على مقبض سيفه وشد على جيش علي بحرد وغضب. فقال لهم أثير بن صفية أفرجوا له، أفرجوا لي الجيش سهولة في الطريق. عبر الجيش ناحية الناحية إلى الناحية الأخرى، ثم رجع مرة ثانية، عاد مرة ثالثة وخرج قولا ولم يعد. هنا نقف نقول الزبير قاتل في البداية على أساس ماذا بعد البيع؟ حسنا، ما نريد نذكر الأسس هي واضحة. حسنا، الزبير بعد البيع يقاتل لماذا ومتى قاتل وبعد أي إجراءات؟ نترك هذا. الآن الزبير عاد بقناعة على أساس تذكارات معينة، على أساس حوار معين، وقال لا أقاتل عليا أبدا. وهو يعود حردا غاضبا يستل سيفه، لا يأبى أن يقتل من يواجهه من المسلمين. لماذا؟ لأنه قيل له جبان. حسنا، وإذا كان جبانا ألا كان بإمكانه أن يقول لست جبانا، قد عرفتم مواقفي في نصرة الرسول وعرفتم صلابتي وجهادي، وإنما هو الخضوع للحق والخضوع للمنطق والخضوع للعقل. مجرد يعني دفاع عن ذاته، أنا جبان؟ لست جبانا، ها أنتم سترون. وشد على الناس ليقاتلهم. هذا هو الذي يخشاه النبي عندما يقول القتال شجاعة، يعني بدافع الشجاعة بدافع الدفاع عن الذات، ليس قتالا في سبيل الله. زبير الرجل خرج من الفتنة ولم يقاتل فيها، واغتيل هناك تحت شجرة وكان نائما، اغتاله مجرم يسمى ابن جرموز، وحين جاء بسيفه إلى علي هزه وبكى
وقال سيف طالما جلى الكروب عن وجه رسول الله. أما إني سمعت رسول الله يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. هذا علي بن أبي طالب قلب كبير. الطلحة قتل في المعركة يوقف عليه يقول له عز علي مصرعك أبا عبد الله. ليش لا؟ ليش لا؟ دول الصحابة جاهدة وناضلة بذلوا الدم والعرق والدموع والماء. الفتن هكذا فعلت بهم. الحياة فرقتهم، المواقف. المهم القتال شجاعة، هاي نتائج بالحقيقة رأيناها. القتال حمية يعني تعصب، يعني نفس المبدأ الجاهلي، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وعندما يكون الإنسان متعصبا ضمن نظرة مذهبية ضيقة أو ضمن نظرة قبلية ضيقة أو ضمن نظرة يعني إقليمية ضيقة، لا يكسر الحق على الإطلاق. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت. هذا مبدأ رهيب جدا. هذا هو نفس مبدأ الصهاينة الذي يقاتلون عليه الآن. الصهاينة يعرفون أن هذه الأرض مختصبة، وأن شعبا بكامله مشرد، وأنهم يقومون على جماجم على دماء الآخرين، لكنهم يناصرون بعمى، مو على أساس حقيقة، مو على أساس حق، مو على أساس منطق، مو على أساس خلق، أساس عصبية. فالعصبية لا يريد الله للمسلم أن تكون حاكمة لتحركاته والأفكار. يا أخي احتضن الحق. وأيم الله لقد رأيتنا، يقول علي بن أبي طالب، وأيم الله لقد رأيتنا ونحن نقاتل بين يدي رسول الله آباءنا وإخواننا وعشائرنا. كنا نقاتل إخواننا وآباءنا، يقول لي ما لنا غرض بيهم، مثلا احنا في مبدأ في صف وهم في صف. القرآن يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هي المسألة. ما هو تعصب إذن؟ التعصب والرياء. رياء ما معناه؟ أنه يعمل العمل ليراه الناس ليفخر به ليتحدثوا عنه ليمدحوه. يعني هو ما إلى غرض المبادئ، ما يقاتل بحساب مبادئ، يقاتل من أجل أن يتحدث عن الناس. ومن هنا هو لا يبرز إلا أمام الجماهير. أما حيث الأرض الملتهبة الحارة، أما حيث يقاتل الفدائيون في الأحراش، أما حين ينسب جسدا دون أن يعرف عنه أحد شيئا على الإطلاق، لا اسما ولا كورة ولا تاريخا، ما يقدر يسوي هذا نهائيا، ما يصل إلى هذا المقام. هذا الذي يروح وينسب نفسه ويقاتل داخل الأحراش يجوع ويعرى ويتألم، هو الإنسان الذي يقاتل بسبيل المبادئ. ما عنده غرض أن تتحدث عنه. تحدثت أو ما تحدثت، امدحت أو ذميت، رضيت أو ما رضيت، مسألة لا تعنيه. هذا هو الإنسان المبدئي، هذا هو الإنسان الإسلام الذي يريد يوجده. الإنسان الذي يريد يوجد الإسلام هو الذي لا يضع مع الله تبارك وتعالى دافعا آخر. أما والله لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. أما والله لو تظاهر الناس على قتال، يا أخي أي طمأنينة هذا؟ أي يقين هذا؟ شوف الكلب شجة لك من يقين. يعني تصور نفسك واقف كلك وحدك في صف والناس كلها واقفة في صف، ومع ذلك الشك ما يتسرب إلى داخلك بصحة موقفك. أي يقينية؟ والله لو تظاهر الناس على قتالي لما وليت عنه. قناعة كاملة. لو كشف لي الغطاء، أليس هو هذا صاحب هذه الكلمة؟ لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. أنا في ذروة اليقين. هذا اليقين يخلي الإنسان ما يبالي بالحقيقة. ما معنى موت؟ الموت الجبناء ينظرون له بمنظار، والشجعان ينظرون له بمنظار، والثوار ينظرون له بمنظار، والشهداء ينظرون له بمنظار. الموت يمثل بالنسبة لك رعبا، أما بالنسبة للشهيد فلا يمثل رعبا. الإمام علي كان ينتظره، كان ينتظر بحرارة متى يبعث أشقاها. ومن هنا لما يضرب بالسيف يقول فت ورب الكعبة، وربوا ناس على المستوى. لا تصور الحديث يعني يستقطب أهل البيت بس، أصحاب الرسول تحدثنا اليوم عنهم صباحا حديثا طويلا، بينا النماذج الرائعة التي خلقها الإسلام، حنظلة غسيل الملائكة، عمرو بن الجموح، حتى على مستوى يعني آخر النساء جنس الآخر، امرأة من بني دينار، أم سليم بنت ملحان، مستويات رائعة وعجيبة.
ونحن نجد الآن وبمناسبة هذه العشرة مثلا يتمثل يبرز لنا من خلال أصحاب الحسين أمثلة رائعة ما إلى نظير. تحدثنا اليوم أيضا ببعض مواقفه. تصور في الليلة العاشرة باتوا ولهم كما بينا دوي كدوي النحل وعندهم مواقف رائعة. بحسبك أن حبيب بن مظاهر لما بلغ أن زينب متوجسة خائفة بحيث قالت للحسين أبا عبد الله هل اختبرت أصحابك؟ هل عرفت نياتهم؟ أخشى أن يسلموك عند الوثبة. والحسين يطمنها يقول لا اطمئني زينب ذولا ناس مو ناس خيانة ذولا مو ناس هزيمة ذولا ناس ما يجون لفتاة الموائد ذولا أهل مبادئ. يا زينب لقد بلوتهم واختبرتهم وعجبتهم فوجدتهم يستأنسون بالموت دون استئناس الطفل إلى حليب أمه. يقول هلال وقد سمعه قلت إي والله يا ابن رسول الله. ثم هرعت إلى حبيب ابن مظاهر قلت له يا حبيب سمعت من زينب الآن وهي تكلم الحسين أنها خائفة متوجسة أخواتها كذلك من رأيي أن نذهب إلى زينب ونطمنها ونهتف أمامها ونعاهدها على الموت بين يدي الحسين. قال زينب خائفة أما والله لولا انتظار أمر الحسين لولا أني أنا مجرد تابع ومجرد جندي لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي الليلة. لكن أنت انتظر أمره. حقيقة الموت ما يمثل بالنسبة لهم شيء يتنافسون على المنية بينهم فكأنما هي غادة معطار. وهكذا خرج حبيب من خيمته استجابة لهلال وصاح فرسان الهيجة أبطال الصفا يا أنصار رسول الله هرعوا إليه من خيامهم. والعباس بن علي بن أبي طالب معهم ماذا حدث يا حبيب؟ لا لباب خيمتهم موجب للحشي يسمع قصد خيمة حبيب اللي يفلاج الناظرة يدمع سولف لبحشي زينب وقال له ما بعد نجع لكن يا حبيب الحين اخذ انصارك الطيبين وتعنى الخوات حسين تجنب باب خيمتهن وسر زينب وشيمه طلع من خيمته ونادى يا فرسان الحرب يا قروم طلعت من منازلها وشيال العلم جيدوم ينادان الفحى العودي ذاخرني المثل اليوم يقل لي يا حبيب الصار قل لي يا ابن حامد جار قصدت بخير صحت اصحابي وردوا انتو يا هاشم اخذها لابو اليمة وقام يحجب باب المخيم لما وصل صوانا باب اوجب وسلم طلع ليهم من الخيمة وبنياتهم يعلم لما شافت المظلوم يا ماموجب وماموم قالت للمثل اليوم ذخرنا لك صوارمنا وسلت كل صوارمها.